مرحبا بكم معنا مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم دار ديزاين. في الجزء الأول من الحلقة اليوم اختارينا أننا نتكلم لكم على الإلكترو ميناجي، هذه الأجهزة اللي ولت من الضروريات والأساسيات في كل بيت. لي روبو كيسهلوا علينا بزاف المهام وكنلقاوهم في جميع المطابخ. أما فقرة أفون أبخي لهذا الأسبوع اتصلت بنا عائلة اللي بغات تستغل لاتيغاس ديالها. فريق دار ديزاين البطلب العائلة وقام بالأشغال اللازمة. أما في نهاية الحلقة فاحنا غادي ناخدوكم لمدينة بن سليمان باش نتعرفوا على أون ميزون دوت اللي عاد حلت الأبواب ديالها وكتميز بجو مليء بالاسترخاء والراحة. خليوكم معنا. إذا كان ديكور البيوت مهم فالإلكتروميناجي أهم، هو كيسهل علينا بزاف ديال المهام. في المحلات التجارية كنلقاو أجهزة عملية ديزاين وفي نفس الوقت إيكولوجيك. هذا المجال كيعرف تطور وتجديد مستمر وفي بعض الأحيان كيصعب علينا اختيار الجهاز المناسب. نشوفوا الصور باش نتعرفوا على الجديد للإلكتروميناجي. هذا المنتوج اللي كتشوفوا حاليا في الشاشة ماشي راديو، هذا غريبان ديزاين اللي ضاف فيه راديو. غادي نطرقوا اليوم لشنو الجديد في الدومين ديال الالكتروميناجي العام 2013. تلاقينا في اول المطاف مع مدير واحد الشركه المانيا باش يدوي لينا على لا طوندونس ديال 2013. بيتيت الكتروميناير بور اكزامبل نو سافون في لي رينوولمون دي تو لي روبو دي تو لي فيراري باسير. فما كيخص لو بيتيت الكتروميناجي عاودنا جميع لي موديل ديال لي روبو المصلوح وديال بزاف ديال المنتوجات، بمعناها ما كايناش حاجه وحده ولكن بزاف ديال الحوايج اللي تبدلوا في 2013. بالاضافه على التكنولوجيا الالمانيه بدينا كنطوروا تكنولوجيا خضراء وهو كونسيبت اللي كيهتم بالبيئه. كاني ترافير سور لي امبيرمون سور لي كير ديال امبيرمون وي نو بانسون كي لي كونسوميتور ماروكان اللي اون تران دي شانجير بوكو سا في دير سي با سول. المستهلك المغربي كيبدل العادات ديالو، كيهتم بالاثمنه وهذا الشيء عادي، ولكن كيهتم كذلك بالبيئه وبالمحافظه عليها. هذا الشيء حاجه مهمه ليه وهذا الشيء علاش حنا خدامين على هذا الكونسيبت. سي تري امبورطون بور لي كونسوميتور ماروكان بور سيت هيستوار نو سوم اون تران دي لانسير سيت سي كونسيبت. مواد واجهزه كتعتني بالبيئه. يزيد البومعلي بائع في واحد المغازان ديال الالكتروميناجي زادنا واحد الاضافه مهمه، منتوج اللي كيهتم بالبيئه عنده واحد الميزه اخرى اللي كتهم جميع المستهلكين. لي نوفوتي اللي كاينين في الدومين ديال الالكتروميناجي في العام ديال 2013 كاع لي سوسيتي اللي كيدخلوا لي زاباري الكتروميناجي للمغرب كنلقاهم كيقلبوا سورتو على لي زاباري كي سون ايكونوميك اوسي ديزاين افيكاسيتي بيان سور وسورتو ليكونومي اون جينيرال سواء اون اوروب ولا هنايا لي مارك كيهضروا بزاف كيحاولوا ما امكن يدخلوا للمارشي دي برودوي اللي كيعتنيو بالبيئه. اون نقدر نقول لك الزبون المغربي الا قلب على ان برودوي اللي هو ايكونوميك اكثر غيكون تيفكر لا فاكتور ديال الضو في لا فان لو موا اكثر ما يفكر للبيئه. اتات كتعتني بالبيئه وبالفاكتوره ديال الضو، هذه لا طوندونس الاولى ديال 2013. نشوفوا دابا شنو الجديد من ناحيه الديزاين والالوان. بالنسبه للجديد اللي في الدومين ديال الالكتروميناجي تلقاو الاجهزه الصغيره اللي مختصه بالكوزينات الحديثه دابا في الناس تياخذوا هاد لي كوزين جداد بدي مارك كي سون ان بو ريسونت. هاد الأجهزة تتخذ واحد الشكل جديد وطابع جديد بالنسبة كما قلنا لهذا العصر الحديث دابا، وهي مطابقة لبعض المسائل اللي الناس قادوا واحد الوجهة أخرى في الإلكتروميناجير. كاين هناك بعض الأجهزة اللي تتخذ بعض الألوان المثيرة كبعض السيارات المعروفة لدى الناس وبعض الألوان اللي هي مثيرة بالنسبة بالنسبة للأطفال باش لان الطفل ملي تيشوف هاد الالوان تيكون اتيري لواحد البرودوي وبامكان داك البرودوي يتباع باستمرار. وهاد الالوان ماشي غير بالنسبه للاسفلت، بالنسبه للكبار كله تياخذ اللون اللي تينطبق على الكوزينه اللي يدير هويا. والثمن واخا انه ما نقدروش نقولوا غالي غالي ولكن يعني يستحقوا داك المنتوج. يعني الا كان داك المنتوج تيدير واحد المساله اللي هي تطريحك انت تستحق داك الثمن. كما تيقولوا الناس الغالي ثمنه فيه.
علاش هذا الاقبال الجديد على الكوزينه ولينا كنعتنيو بها بزاف وكنهتمو بلا ديكوراسيون ديالها بواحد الطريقه ما كانتش من قبل؟ نشوفوا واش نجيمي مصطفى عنده الجواب. يعني الانسان ملي تياخذ واحد الكوزينه تياخذها باش يرتاح فيها، خاصه به هو ملي تيكون هو فيها تيحس بانه فواحد المرحله هي مريحه وتيقوم بالاعمال اللي هو بغاها ومرتاح بها ويقدر يصوب اي حاجه اللي هو مشهيها بمعنى الخاص. واللي تزيد الاشتياق لهذا المطبخ هو هذه المنتوجات اللي هي كذلك مريحه واحترونت. هاد الاسبوع فقره افوان بري اتصلت بنا عائله اللي بغات تقوم باستغلال واعاده ديكور لاتيراس ديالها. هاد لاتيراس خاليه من الاثاث ومحتاجه بزاف ديال الاشغال. نشوفوا شنو هما الافكار اللي اقترحت علينا مصممه الديكور وشنو الاشغال اللي قاموا بها فريق دار ديزاين. خليكم معنا. هاد السيمانه عندنا اون تيراس اللي غادي نعاودوها، فالعائله مولات الدار عيطت لنا باش نحاولوا نستغلوها بما ان فصل الصيف قرب. اجيو معنا نشوفوا هاد لاتيراس كي داير. اهلا مراد، لاباس عليك؟ اهلا بك. الحمد لله الله. مراد حنا اليوم عندنا اون تيراس اللي غادي نعاودو، دونك كما كتشوف هاد لاتيراس كبيره، حنا غنعاودو منها هاد لابارتي حيت هي اللي جات واسعه لو غيست دي كولوار. داكوغ. دونك بغينا نعاودو لا صباغه، صباغه بيان سور تاع لي فاساد ياك؟ نستعملو صباغه ديال الفينيل. تخي بيان. عبد الرحيم عندنا لي سورتي ديال الضو كاملين جاو في داك الجهه ديال الكولوار، حنا بغينا نضوو هاد البلاصه. دونك غادي تجيب لي اون سورتي اخرى صافي واخا ممكن شوف لي الحيط واش نقدروا واش دوبل كلوازون ولا لا. يمكن نجيبوها من هنا ونجيبو البوردين. غتعطينا الضو مزيان هنا؟ مزيان مخير صافي. ابليك ايطونج نديرو ابليك ايطونج على حساب الشتا ولا على حساب هذيك تجي مزيانه. صافي مزيان صافي نخليكم تمشيو تخدموا حتى انا نمشي نخدم. يلا الله يعاونك. التيراس ديال هاد الاسبوع هي كبيره وما مستغلاش نهائيا، فاول حاجه غنبداو بها هي الصباغه اللي غنعاودو. فجوج الجناب غادي يكونوا باللون الاسود باش نبرزوا الاثاث اللي غنحطو، اما الحيط الرئيسي فغنخليه بالبيض حيت غنديروا عليها فوالاج بالبيض والموف اللي غيخلق لنا واحد النوع من لافلويديتي لهاد لاتيراس. اخيرا غنوضعوا اثاث ملون بحال دي بوف ودي طابوري. والتذكير بالطبيعه فاحنا غادي نحطو العديد من لي بلونط الملونه. صباح الخير لاباس عليكم. مراد هبط بعدا لا طيح لينا بحال باغينك. صافي مزيان. دونك هاد لاتيراس هادي غنبداوها نبدا مع مراد. نعم سي مصطلح ما تخول لينا والو من هاد لاتيراس عندكم الزهره السيمانه ياك. مراد غتصبغ لي هاد الحيط وهذا حد هنا بالكحل ياك. هذا كيبقى بيض هذا. عبد الرحيم انت غادي تجيب لي لا سورتي ديال الضو اللي قلنا عليها في لا ريونيون شانتي. صافي هنايا صافي الله يعاونكم خليكم تخدموا. انا نلصق لكم لو كروكي هنا باش تبغوا ان شاء الله. الان نقدروا نبداو الاشغال ديالنا. كيبدا الكهربائي ديالنا بوضع دي ترونشي في الحيط باش يخرج منها اون ابليك جديده. هاد الضو الثاني غادي يمكننا نضويو لاتيراس حسن. باش ما نخليوش الماء يتسرب لداخل الغرفه كنعاودو كاع لي جوان ديتونشييتي بواسطه السيليكون. لا بوز خاصها تكون ريغولييغ ومصوبه بعنايه. الماده اللي كتشط لينا كنملسوها بواسطه معلقه سبيسيال وكنحيدوها بان شيفون فاسك بالماء والصابون. دابا نقدروا نبداو اشغال الصباغه. باش نقصو شويه من طول الكلوارات ديال هاد لاتيراس قررت هدى باش تعمل جوج الالوان الكحل والبيض. كنبداو بجوج لي بوند بالكحل وكنتبعو ليهم الصباغه بالبيض. بالنسبه للفساد اختارينا صباغه ايطونش الاستيك وامبيرميابل. هاد النوع ديال الصباغه كيصبر للشتا والبرد وكيصلح بزاف لي تيغاس السطوحه والحيوط الخارجيه. باش نساليو هاد المرحله كنوضعو لي زابليك جداد ديالنا فهما كيعطيو طابع زوين لهاد لاتيراس وبالطبع كيصبروا للشتا.
صباح الخير سيدي، لاباس عليك؟ بحال لاباس عافاك. نقلب على ان فولاج فلورغونزا في كولور موف كلير، روز كلير ولا بلون اللي عندك؟ جبد لي نشوف لي كولور. عامل لي كولور كاملين كاينين. جبد لي في الموف روز بلون باش نشوف انا شنو يجيني. داكوغ فوالا بوغ الموف. اها جبد لك لو بلون والبلون كاسي. هذا سي لو بلون كاسي تري بيان ميرسي. الوغ كي نعاود الابيض على البلون ونساو فتو شوا هكا اللي مختار اللي بغيتي فيهم. هذا مكاسي، هذا جاني حسن، هذا سي بوكو ميور. هذا ندير نو دو بانو، هذا بانو فلوس، هذا غناخذ منه 3 متر وهذا متر ونص صافي. ياك المنكب ديالو معرض بحال بحال 3 متر صافي مزيان. مركب واحد صافي قطعهم لي عافاك. عمر صباح الخير، لاباس عليك؟ الحمد لله. جبت لك هذا الفوالاج. الوغ هذا الفوالاج غادي نصوبوا واحد الكادر عندنا ديال البوا وغادي نديروا فيه هادو بحال دي غيدو، غادي يجيو هما نورمالمون بحال لي بانو اللي كيداروا جابوني، سوف كو غادي تلصقوا بالسكراتش. غتلصقوا ليا عاديا، انت غادير ليا السكراتش من هنا باش نلصقوا ولتحت يتكفوا. فوالا يبقاو على الطول ديالهم، هنا غدوز لي سورجي باش ما يخسروش ياك، ويبقاو عاديين. غادي تعطيني السكراتش باش انا نلصقو في الكادر ديال الخشب من بعد. يعني بارو من هادو، بارو من هادو صافي. على حساب الطول اللي كيفتو داكشي اللي كاين. واخا صافي، غادي يجي جوج من هذا واحد واحد من هذا. الله يعاونك، يلا بالسلامة. باش نحصلوا على ان اسبري لاونج، هدى اختار دي فوالاج لهاد لا تيراس ديالنا. بما انه ما كاينش واحد لو سوبور فين يتعلقوا، غادي نصنعوا واحد خصيصا عند النجار. النجار غادي يقطع لنا دي باغيت بالخشب اعراض على العبار اللي عطينا ليه باش نصنعوا به لو كادغ ديالنا. كنجمعوا هاد لي باغيت بواسطه لي زغراف قبل ما نفيكسيو لو كادغ ديالنا بدي فيس عراض. كنوضعو من بعد على الطرف العلوي ديال هاد لو كادغ دو فيلكرو اللي كنلصقو بدي زاغراف باش نقدرو نديرو فيه من بعد لي فوال اللي صوبات هدى عند تابيسي. باش نغطيو لو فيزافي اللي عندنا في هاد لا تيراس، قررنا نكومونديو دي كانيس بالقصب. هاد لي كانيس كيغطيو لو فيزافي بشكل كلي، كيصبروا البرد والشتا وما كيكلفوناش بزاف، فهو كيصبر حتى العامين قبل ما يخصنا نبدلوه. بفضل دي فيل دو فير كنوضعوا هاد لي كانيس في ظرف بعض دقائق فقط. هكذا العائله يمكن ليها تستمتع بلاتيغاس ديالها بكل راحه وانتيميتي. باش نساليو مرحله الاشغال، قررنا نسمعوا اون اسيز في هاد لاتيغاس. باش نبقاو في ليسبري لونج اللي بغينا، البني ديالنا كيعمل لينا اون بونكيت في القنت ديال لاتيغاس. من بعد ما خدينا العبار كنبداو في البني. يا جورا مور يا جورا، لا بونكيت ديالنا كتبدا تبان. ثم كنزيدو لها كوش كبيرة ديال السيما باش نغطيوها. اختارينا نخليوها على هذا الشكل الطبيعي وما نصبغوهاش باش نقدروا نعطيوها الطابع اللي بغينا من فصل لفصل. بهالطريقه العائله تقدر تختار تعمل ليها اماطلا او مخد كثيره. بالنسبه لاستوس ديكو ديال هذه الحلقه، هدى قررت تصنع ان رونجمون خارجي اللي نقدروا نعملوا فيه مجلات او كتب. باش نصنعوه غادي خصنا صندوق من الخشب، وراق ديكوباتش، لصقه فيرني، شيتا صغيره وعريضه، شيتا عاديه، لصقه ديال الورق، وقنب رافيه من الوان مختلفه. هاد الاشياء كلها سهل توجد في متاجر البريكولاج او للوازير كرياتيف. هدى كتبدا العمليه بوضع لصقه الفيرني على واجهه ديال الصندوق، ثم كتلصق عليها لو ديكوباتش.
ما نحتاجوش نملسوا هاد لو ديكوباتش لان لي بليك يعطيونا لي في اللي بغينا نحصلوا عليه. واجهه بواجهه كتكرر هدى هاد العمليه حتى كتسالي الصندوق كامل. بالطبع ما كنغطيوش لي بواني باش نقدروا نهزوا الصندوق. باش تكمل هاد لاستوس كدور هدى الصندوق ديالنا بقنب الرافيه الملون وكتفيكسيه باللصقه وهاد الصندوق دالغونجمون ديالنا واجد. طبعا لا تيغاس خاصها النباتات والورود. هدى مشات لاون بيبينيير باش تختار نباتات خاصه بالخارج اللي كتصبر للشمس والريح. كنا وجدنا في هاد لا تيغاس دي بو قدام وفيهم نباتات ما معتنينش بهم، من بينهم واحد شجرة الفيكوس اللي تقدر ترجع للحياة إلا تكلفنا بها. لذلك كنخويو لي بول القدام وكنغيرو لهم التراب وكنبتو لي بلونط القدام وجداد. مبقى لينا غير نسقيوهم باش يعطيو اللمسة الخضراء اللي كانت ناقصة لهاد لا تيغاس. دابا اللي كملنا الاشغال والتنظيف نقدروا نمروا لمرحله لا ديكوراسيون. اولا كنفرقوا لا تيغاس على جوج، كنخصوا واحد القنت لا ديتونت وواحد لتناول الوجبات. بالنسبه لي زاكسيسوار لي فوالاج كيمكنونا نغطيو لي كانيس وكيعطيو واحد اللمسه تري ريلاكسونت. كذلك اختارينا حصيره اللي كتصبر للشتاء، اون طابل باس وواحد لو ريلاكس. اما بالنسبه للكوان روبا اختارينا طبله بالتيك والكراسه ديالها. كنساليو هاد الديكور ديالنا بوف كبير مخد كثيره وبزاف ديال الشمع باش نحصلوا على ليسبري لونج اللي كنا باغيين. طبعا في الطبلة ديالنا كنزيدو ان سيرفيس دو طابل، دي كوفير، كيسان وواحد لو باربيكيو صغير. ديكور اكيد غادي يضمن العائله ديالنا اوقات ممتعه طوال فصل الصيف.
نتوما شفتوا معنا النتيجة اللي حصلنا عليها في هاد لاتيراس. إلا حتى نتوما بغيتوا فريق دار ديزاين يجي لعندكم ويغير ديكور أي فضاء في البيت ديالكم، ما عليكم إلا تصلوا بنا عبر الهاتف ولا البريد الإلكتروني اللي كيظهروا أسفل الشاشة، ولا تسجلوا صفحة البرنامج على فيسبوك. في جولة هذا الأسبوع غادي نبعدوا على ضجيج المدن ولو ستريس ديالهم، غادي ناخذكم القرية قريبة من مدينة من سليمان باش نتعرفوا على ميزون دوت اللي كتوفر جو مليء بالراحة والاسترخاء للزوار ديالها. نشوفوا الصور. هي في الواقع هاد البلاصة بنيناها بنيوها في 1999، وفي 2006 رديناها دار الضيافة اللي كانت اللي توجد في طريق بن سليمان في بوزنيقة. من قبل كانت عندنا هاد الدار، وبما انها مبنيه على شكل مغربي تقليدي فاحنا حاولنا نحافظوا على اننا نخليو الاصاله ديال 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 يعني الصناع المغربيين، ونجيبوا يعني مسائل اللي تبين الصناعه المغربيه كما هي، ونحافظوا حتى على طابع اللي بغينا نخليو في هذا المنزل انه يبقى مغربي 100%. يعني بغينا نحافظوا على الطابع التقليدي ديال ديور الضيافه في المغرب. لي ماتيريو اللي درنا، بما ان حنايا في الباديه بغيت شي حاجه تكون كتلائم مع الباديه، وبما هنا هذا المحل هذا شويه فيه الصهد وفيه البرد، درت انايا حيوط قريبا فيهم 50 حتى 60 سنتيم ديال العرض، ودرت لهم وانا غلفتهم تكون ابل ان بيتون انغوبي اللي كيعطي واحد المنظر بحال تقريبا حجر دي بلوك دو بيير. السقوفه درت لهم كانوا عاديين في الاول بحال جميع الديور، درت لهم ان غاباري بالقبس، ومن بعد درت لهم واحد لوندوي كيتسمى ان لوندوي ابارمون بلاستيك ستريي اللي كيعطيك هاد بحال لي بريك، ودرنا ليه واحد لاطالوج سبيسيال اللي كيعطيك هاد لو غريناج، ومن بعد كندوزو ليه لا سير وكيعطينا واحد شكل بحال الا هو قديم عنده عشرات السنين. الارض درنا فيها شي بلايص زليج فاسي، شي بلايص اخرين درنا ليه زليج رومي. لا شتي دابا البيبان هنايا والشراجم عندهم لي فولي من الداخل، وصاوبين بالعود ديال الرز اللي كيعطي واحد الريحه طيبه، واللي كيدوم كيصبر واحد المده كثيره. اللي كيجي مع هذا الشكل هذا ديال هذا البني هذا كيجي الحجر ولا بريك والخشب ولو فيغ فورجي. دار الضيافة كتشتمل على ثلاثة ديال الأجزاء، يعني جزء بلدي 100% اللي هو هذا الفضاء اللي حنا فيه، فيه صالون بلدي تقليدي 100% مطروز بالطرز الرباطي باليد، وعندنا يعني غرف رئيسية اللي فيهم دي بلدكان مغلفين بالثوب البلدي وداكشي إلى آخره، وعندنا بيوت عاديين ولو أنهم شوية مختلفين ولكن دائما فيهم كنميلوا لواحد النوع ديال التقليدي، مبنيين بواحد الطريقه اللي هي مكسيكيه ومفرشين بواحد الطريقه اخرى من غير الطريقه البلديه اللي عندنا هنا في هذا الفضاء اللي حنا فيه. بالنسبه للاكسسوارات اللي استعنا بهم باش يعني نديروا الديكور ديال منزل الضيافه، هناك مثلا مصابيح قديمه جدا، عندنا ساعات اللي هي حتى هي كنعتبرها انا قديمه وكتمثل يعني الاثار المغربيه، عندنا مثلا المسائل ديال التسخين حتى هي كنستعملوها يعني بطريقه تقليديه، كاين اللي بالعواد وكاين اللي بهذاك الماده اللي ما كتضرش بالصحه واللي كنشغلوا بها المدفاة. بما ان هذا المحل هذا في الباديه
والناس كيقلبوا على الطبيعه، وبما ان حنايا في بن سليمان عندنا لو ميكرو كليما، عندنا تقريبا البيوت كلهم كيعطيو سواء على المسبح ولا على الحديقه اللي هي كتاخذ جوج قطارات المساحه. حلقتنا وصلت النهاية ديالها، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. ما تنسوش الا كان عندكم اي سؤال ولا اقتراح بغيتوا تبعتوه لينا، ما عليكم الا تراسلونا عبر الهاتف ولا البريد الالكتروني. الا بغيتوا فريق دار ديزاين يجي لعندكم ويحل اي مشكل متعلق بديكور البيت ديالكم، ما عليكم الا تتصلوا بنا. خليتكم على خير ونتلقاكم الاسبوع المقبل في حلقة جديدة وجولة جديدة في الديكور والديزاين في برنامجكم دار ديزاين. Bye.